مشاهدي ومتابعي قناة سير، مرحبا بكم في هذا العرض الجديد. عرض متميز على الطريق الرئيسية الكودروني كما كتشاهدوا. حنا كنتواجدوا على الكودرون. هاد الأرض مساحة ديالها جوج كتارات، بدات من هاد منا هاد البلاصة اللي فيها الزرع، كيبان فيها الزرع حد ديالها، وداك الزيتون السدرة مشات حتى لهاديك السدرة، جوج كتارات حتى اللي في كاين وقفة الطوموبيل، جوج كتارات هي جات على الشياع، محفظة على الشياع باش نعطيوكم الوضعية الإدارية على الشياع، جوج كتارات على الشياع على الطريق الرئيسية كما كتشاهدوا. يعني هادشي بروجي مشروع فريكو أي حاجة، إقليم الحاجب كما كتشاهدوا، الأرضية هادي صراحة ممتازة جدا على الطريق الرئيسية إقليم الحاجب كما كتشاهدوا، الكهرباء المتوفر. مشاهدي ومتابعي قناة السير، عرض جوج كتارات محفظة في إقليم الحاجب كتشاهدوا، جايه زربيه تقريبا، زربيه مزيانه وممتازه جدا. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الكرام، الحد ديالها كما قلنا لكم، الحد ديالها ومنا هذاك فين البوطو ديال الضو، ندوز المهم الزرع، راه كاين الزرع كلها مغروسه بالزرع حتى الزيتون، ومشى الدار تحت السدره. مشاهدينا ومتابعي قناه التيسير، العروض متواصله على القناه ديال التيسير كما كتشاهدوا، جات على البودرون على الطريق الرئيسيه. هو الحد ديالها هو السدرة كما كتشاهدوا متابعينا الكرام، هذه جوج كتارات على الشياع محفظة على الشياع، الكودرون على الطريق الرئيسي الكودروني. ها هو الحد ديالها، هو هاد في كاين كاتب لكم السدرة، هذا هو الحد ديالها مشات عليها هذه كاملة. تليق بروجي، أنا الإنسان يدير بروجي ديالو، يدير ستاسيون، يدير بروجي، اللي جات على الطريق الرئيسية يدير فريكو، أي مشروع هنا صراحة، أو فلاحي أو أي غير ذلك. مشاهدي ومتابعي قناة السير، بالنسبة للثمن ديال هاد الشكتارات 60 مليون للهكتار الواحد، 60 مليون للهكتار الواحد. متابعينا الكرام، دائما العروض متواصلة على قناة السير، ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناة باش دائما يوصلكم بحال هاد العروض كما كتواجدوا على الطريقة الرئيسية. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الضو كاين كما كتشاهدوا، جوج كتارات على الشياع 60 مليون للهكتار الواحد، 60 مليون للهكتار الواحد. اللي بغى مزيد المعلومات وبغى يتواصل معها يتواصل معنا على قناه تيسير 06 70 96 48 84، مرحبا به باش يشوفها مقابل مباشره ويشوف المميزات ديالها. فصراحه عرض متميز على القدرون، حتى الواجهه ديالها واجهه جد كبيره، الواجهه يعني من هذاك الواجهه كبيره، يعني فصاده كبيره على الطريق الرئيسية هنا في إقليم الحاجب. إذا إلى عرض جديد إن شاء الله، كنتمنى لكم دائما كل الخير، وإلى بتسجلوا الاشتراك في القناة، ودمتم في رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.